السلام عليكم، الاسم كامل رشيد عباد، مواليد 1989 شهر 5 في 18. القصة ديالي بدات سنة 2002 في شهر 10 نهار ديال الحد. كنا نتلعبو الدراري بيناتنا هكا في الزنقة، واحد السيد كان جا عند واحد الناس جيراننا البيسكليت، جا داك الدري اللي كان كيلعب معانا اللي جا عندهم داك السيد هز داك البيسكليت ديالو وخرج كيلعب بيها معانا. المهم كنا كنتورو هكا بيناتنا، شديت انا البيسكليت بديت كنتور، لقيت هو في واحد الحدوره ديك البيسكليت كبيره، جيت نشد الفران لقيت ما فيها لا فران لا والو، غلباتني هربت بيا ما قدرش نتحكم فيها. مين هربت بيا كنضرب في واحد السور صغير فيه شي 40 سنتيم تاع العلو، كتهز بيا الرويضه الثانيه وكتلوحني في واحد لاكور نتاع واحد الجيران كاع ممضالي. جيت على ظهري، طحت على ظهري صافي، بقيت تما. جاو مالين الدار هزوني داوني للسبيطار، من وصلت للسبيطار بغيت نحرك رجلي لقيت راسي ما كنقدرش نحركهم، كنقص رجلي ما كنحسش بهم ما والو، كنقرص راسي والو ما كنتقصح ما حتى شي حاجه. تخلعت تفاجات ما عرفتش شنو وقع لي كاع، بقيت كنبكي. صافي داروا لي السكانير قالوا لي راك تهرستي من العمود الفقري وتقطع لك النخاع الشوكي. داروا لي لوبيراسيون بنهار نتاع الجمعه، داروا لي الصفائح الحديد، نعس شي 18 يوم في الغساني في دار المهرس. من بعد داوني للسبيطار نتاع الزيت، تما كنت نعس شي 3 شهور يمكن. كنت كندير الترويض، مع الوقت بديت كندير القبص، تنوقف هكا بتريتو كنبدا نتمشى شي شويه. المهم بعد ديك 3 شهور كنت خرجت من السبيطار نتاع الزيت، مشيت لقيت جالس غير في الدار، قالوا لي مالين الدار نوض تقرا كمل قرايتك. بالفعل لقيت ما عندي حتى شي مخرج اخر غير انني نكمل قرايتي. بغيت نرجع للمدرسه، بالفعل رجعت بديت تنقرا. صراحه ما قدرش نركز، ديك الحادثه اثرت عليا بزاف، ما قدرش نركز في قرايتي ولا نقرا ولا، يعني ديك الحادثه قلبت حياتي 180 درجه. ف صعيب بزاف تكون كتمشي على رجلك وحر طليق ومن بعد كتلقى راسك حابس نتا واحد كرسي متحرك. الوضع اللي ما قدرش نتقبلو انا داك صراحة، حيت كنت مازال صغير، كانت عندي ديك الساعات شي 13 سنة بالضبط. هي هذيك مع حتى القرايه المدرسه كانت بعيده وهذا والعقابي وبزاف نتاع العراقيل، مره كتلقى لي يديك مره ما كتلقاش. جلس من المدرسه يعني بصراحة وأنا مكره جلس من المدرسة. صافي جلس منها، بقيت غير جالس في الدار، ما كاين ما يدار، يعني حتى إلا بغيت كاس ديال الما خصني اللي يمدو ليا، وليت عالة على الأسرة ديالي. المهم بقات هكاك الوضع ديالي، حتى مؤخرا في السنوات التالية بقيت كنبحث على العلاج، كنلقى بزاف نتاع الدول متمكنين من العلاج ديال هاد الحالات. هاد العلاج ديال هاد الحالات كيعالجوهم بزراعة الخلايا الجذعية، شفت منهم بزاف نتاع الدول، منهم الأردن. الأردن كنت وسط مع واحد المستشفى في الأردن، هضرت معاهم، جبت النمرة نتاع داك الطبيب نتاع في داك الأردن اللي كيعالج كيدير هاد زراعة الخلايا الجذعية. تواصلت معاه، حكيت له الحالة ديالي، قلت له شنو وقع لي واشنو وقع لي، فها فوقاش وها فوقاش. قال لي دير لي ريم وصفتهم لي، دير لي ريم لظهرك وصيفطهم لي. بالفعل كنت درت لي ريم وصيفطهم له، هادشي في 2015 درتهم وصيفطهم له. من بعد ما شاف لي ريم وشاف صور الأشعة ديالي والتقارير نتاع الطبيب وهذا، قال لي انت راه عندك حل واحد باش تقدر تعالج، هو انك دير زراعة الخلايا الجذعية. قلت له واش ممكن تعطينا شي تقرير اللي تكون كتشرح فيه الحالة نتاعي وكتشخصها فيه مزيان كنت نقول حتى تكلفة العلاج وطريقة العلاج. قال لي واخا نصيفطو لك، وبالفعل صيفطو لي هو معايا هنا. ها هو دار الرابور، ثمن زراعة الخلايا الجذعية في 45,000 أورو، والزراعة نتاع أي جرعة ب 5,000 أورو، يعني مجموع نتاع 50,000 أورو. دابا تلقاو الرابور محطوط في الفيديو. الثمن غالي بزاف، ما نقدرش مكلف بزاف، الاسره ديالي ما تقدرش توفرو لي،
قلبت على جمعيات محسنين اللي يقدروا يساعدوني باش ندير هذه العملية، ما بصراحة ما توفقتش، ولكن ما نزلش يدي. بقيت كنزيد كنبحث كنقلب. مؤخرا في هذا الشهر 4 ديال شهر ديال 2019 كنت وصلت، لقيت واحد في جوجل، واحد مستشفى دولي في بكين كيعالج بحال هاد الحالات هذه، وكيعالجهم يعني متمكن بزاف، وقطعوا اشواط كبيره في يعني بهذه الطريقه ديال العلاج ديال زراعه الخلايا الجذعيه. تواصلت معاهم، صيفطت لهم لي ريام، حكيت لهم شنو وقع لي وها فوقاش والتقارير نتاع الطبيب ديالي، وقالوا لي صافي حنا توصلنا بالمعلومات والتقارير الطبيه ديالك، من بعد دابا نردوا عليك بالراي الطبي ديالنا. بالفعل من بعد يومين كيجاوبوني بواحد الرابور من عندهم، ها هو معايا حتى هو. ها هو باللغة الإنجليزية. هذا الرابور كيشخص الحالة نتاعي وطريقة العلاج وتكلفة العلاج. تكلفة العلاج فيه 33,000 دولار، هو غالي تكلفة العلاج بزاف، ولكن صراحة فرحت. علاش؟ حيت الحمد لله كاين أمل في العلاج، وكاين حظوظ كبيرة أنني نتعالج ونقدر نولي كنمشي من جديد بواسطة زراعة هذه الخلايا الجذعية. شغنقول لكم، فالحمد لله أنا مؤمن، والمؤمن مصاب، وأي حاجة جات من عند الله عز وجل مرحبا بها. فهذا امتحان كيختبر به الله عز وجل الصبر والإيمان ديالي، وأنا كاع ما معترض. يعني كما قلت لكم، أي حاجة كما كان جات من عند الله عز وجل ما عنديش مشكل، مرحبا بها، سواء هكا ولا قل أو أكثر، اللهم لك الحمد على الوضع كيف ما كان. ولكن الله عز وجل كيبغي العبد المليح المجيد، وأنا ما بغيش ننزل يدي، وأنا عندي أمل في العلاج. فكان خاطب القلوب الرحيمة باش تقدر تساعدني من أجل إجراء هذه العملية، حيث هي الأمل الوحيد عندي باش نقدر نولي كنتمشى ونولي تاني لحياتي الطبيعية. وخيركم غادي يكون في ميزان حسناتكم، والله يجازيكم، ما تنساونيش من الدعاء ديالكم.